ايه يا حبيبتي، اتأخرت عليكي؟ لا خالص. بقولك ايه؟ تيجي ناخد لنا كاسين؟ لا انا ممكن اشرب عصير. اوكي، في عصير في التلاجة. طيب انا هدخل تواليت بس الاول. يلا. انا العصير جاهز يا حبيبتي، عقبال ما تشربيه بس انا كنت دخلت الحمام. اوكي. ايوه جودي يا حبيبتي، هي نامت دلوقتي. افتح الباب انا جاي. مش عارف انك بتحب السياسة قوي كده. حضرتك عايز حاجة مني دلوقتي؟ طبعا عايز، ايه اللي عايز؟ على فكرة انت تبقى حاجة مهمة جدا في عالم الازياء بتاعنا ده. تعالي عايز اقول لك على حاجة. الرابي بنت بعيد ليه بس؟ كده كتير وانا بتضايق على فكرة. حضرتك ممكن تطلع دلوقتي تنام وبعدين نتكلم بكرة. انا مرتاح جدا دلوقتي. انا مش مرتاحة ومحتاجة انام شوية. وانا عايز اتكلم معاكي دلوقتي حالا. حاضر، اتفضل حضرتك انزل الكافيتيريا تحت وانا اغير هدومي وانزل لك. ايه؟ كافيتيريا؟ انت بتستهبلي يا بت؟ واحنا هنقعد نلف وندور على بعض كده كتير ومتى ايه؟ ما تعالي! ما اتخلقتش لسه اللي تقول لي مدحت لا! ايه ما نمتيش ليه؟ مش جاي لي نوم. ما تقلي مصحيكي. الفلوس كلهم عند دولت هاني. ما طلبتيش بيهم ليه؟ لا يعني. ايه البواخة دي؟ عايزة اتكلم معاكي. في ايه يا ستي؟ في الحب. هو ده بقى اللي مخليكي مش عارفة تنامي؟ يعني شفتي البنت كاميليا وهي بتتكلم عينيها كانت عاملة ازاي؟ ولا احساسها بانها تتمنى اللي حصل ده يحصل تاني؟ عادي. لا مش عادي. اقولك حاجة، انا اصلا مش مصدقة حكاية الحب دي كلها. وانتي عبيطة ولا ايه؟ مش قصدي مصدقة يعني، بس مش قوي. تقصدي ايه؟ مش عارفة، ويمكن انا اللي مش عايزة اصدق. خايفة احس ان انا في يوم ممكن احب واتحب وبعدين اتصدم
علي دايما بيقولي ان انا الحب ده بالنسبه لي حاجه مستحيله. ايه الغمه ده يا بنتي؟ ليه كده؟ عشان انا عارفه لو حد حبني وعرف اللي عندي هيهرب. تفائلوا خير انت جدو، انا متفائله جدا على فكره. لو انت كده متفائله امال المتشائمين يقولوا ايه؟ متفائله ان انا فاهمه نفسي وعارفه حياتي وعارفه انا فين في الدنيا دي. يا بنتي بدل ما تقعدي تحلمي وتتمني وتفكري في مستقبلك تتخيلي نفسك كده عروسه زي القمر، بتفكري بالطريقه دي؟ معقول؟ مش احسن ما افكر وبعدين اتصدم؟ اقول لك انا خايفه احب. انا جوايا يقين ان انا لو حسيت ان قلبي ممكن يدق في يوم من الايام همنعه ان هو يعمل كده. مش عايزه اقرب لحد واحبه وابني معاه احلامي كلها وهو فجاه يتخلى عني عشان حاجه انا ماليش ذنب فيها. يا لهوي، دي البنت كاميليا طلعت سهونه كبيره قوي. ده انا عمري ما تخيلت انها ممكن تكون عملت اللي قالت عليه ده. اه تعرفي بقى ان حوار كاميليا ده اكبر دليل ان انا صح. ليه بقى؟ مش حاسه ان احمد ده بيحبها زي ما هي بتحبه. جايز تعالي هنا، انت قاعده بتستوجبيني. قولي لي بقى بتفكري في الحب ليه؟ هو في حد في الدنيا مش نفسه يحب؟ انا عن نفسي لا يمكن اتجوز الا اذا حبيت، اذا حبيت قوي كمان. اصبحي على حب. انا ببيع يعني شويه اكسسوارات شويه لبس، بس اول مره اخش شركه زي دي. ثانيه واحده. يا صباح الفل. انا كنت جايه علشان كنت طالبه منك طلب قبل كده، فاكره؟ منى اختك صح؟ انت ازاي كده لسه فاكر؟ طبعا. هي فين؟ بره. انا قلت الاول ادخل يعني. بره ايه بس؟ ازاي تسويها بره كده؟ منى دي زيك بالظبط. اتفضلي يا هاني. انا اسفه جدا بس والله نيره اللي قالت لي يعني من غير ميعاد. ميعاد ايه بس؟ اتفضلوا يلا. ها تشربوا ايه؟ منى بتحب القهوه مظبوطه. قهوه ايه؟ احنا دلوقتي هنشرب عصير، خلي القهوه دي بعدين. ثلاثه عصير بسرعه. شوفي يا ستي، انا بلغت تحت قسم المبيعات ان انت هتروحي تاخدي البضاعه اللي انت عايزاها وتسددي بالطريقه اللي تريحك. لا انا عايزه مواعيد ونظام ثابت عشان اعرف امشي عليه. حقي وحقك، انما تبقى مفتوحه كده مش هعرف اشتغل ومش هننجح سوا. مفيش مشكله، انا كنت عامل كده بس عشان احسسك ان احنا معاكي. بس انا ليا طلب صغير قوي عند حضرتك. اتفضلي. انا عايزه خصم ليا عشان انا يعني هبيع بنفس الاسعار بتاعتكم، فمكسبي هيبقى من خصم ده. ويا ريت بعد اذنك انا مش عايزه اتعامل مع ايتن خالص. مفهوم طبعا، مفيش مشكله. تحبي تروحي دلوقتي تختاري البضاعة اللي انت عايزاها لحد العصير ما يجهز؟ يا ريت.